عايز اقول لكم انه عندنا معلومات انه عدد كبير من اللي شغالين تحديدا في قناة الشرق وقناة مكملين حصلوا على شهادات عليا وشهادات ماجستير وشهادات دكتوراه مزورة لي يعني رفع مكانتهم في المجتمع التركي هناك. انتوا عارفين انه في عدد كبير من جماعة الاخوان سافروا بعد 30 يونيو وبدأوا يشتغلوا. الايام اللي فاتت حصلت واقعة كشفت هذه الفضيحة. في واحد اسمه احمد الشناف. احمد الشناف ده لو اوري لحضراتكم صورته ده مدير قناة مكمليه اهو. مدير قناة مكمليه. فاحمد الشناف ده مؤخرا يعني حصل على شهادة دكتوراه. تمام؟ وبعدين لما حصل على شهادة الدكتوراه بقى دكتور، يعني يقولوا له يا دكتور. فطيب يا ابو حميد الشهادة دي خدتها امتى؟ قال لهم والله انا درست في جامعة اونلاين وخدت الدكتوراه اونلاين. لطيف يعني. لما بحثنا ورا المعلومة طبعا في ناس من داخل قناة مكملين متواصلين معهم بشكل كويس جدا يعني، فقال لك انه احمد الشناف راجل مشغول طول الوقت، بتاع بيزنس طول الوقت، بتاع مصالح طول الوقت، فما فيش حد شافه لا بيذاكر ولا بيراجع ولا بيشتغل، وفجأة طلع قال ان انا الدكتور احمد الشناف. المافيا دي شغالة ازاي؟ انه بمعرفة مين؟ ايمن نور المزور الاكبر، لانه عايز اقول لحضراتكم انه ايمن نور اصلا الدكتوراه بتاعته مزورة اشتراها من جامعات برة. وانا لما تحدثت هنا وقلت اذا كان لديك اي دليل على انك حصل على دكتوراه طلعه لنا، ما فيش حاجه. فايمن نور لانه يعرف الكليات دي الجامعات دي في ماليزيا وفي منها في امريكا وفي منها جامعات مجهوله بيشتروا منها الشهادات الماجستير والدكتوراه المضروبه مقابل مبالغ ماليه. فايمن نور هو بيقود هذه هتقول لي طيب هم ليه يشتروا شهادات مزوره؟ اقول لك لانه هما بيحاولوا يرفعوا مكانتهم وقدرهم وسط الناس اللي ما شغالين معاهم هناك وسط المجتمع التركي. لما يقول لك حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كذا في الولايات المتحدة الامريكية وهو نصاب ومزور وقاعد في تركيا، وجي زي احمد الشناف ما قال لك اصل انا اونلاين خدتها اونلاين. لما جينا ندور عن احمد الشناف ده لقيناه ايه؟ ده شاب اخواني اتخرج من كلية العلوم في جامعة الزقازيق، وما كانش ليه علاقة بالعمل الاعلامي، لكن زيه زي عدد كبير جدا من الاخوان اشتغل في المواقع الالكترونية، وبعدين دخل شبكة رصد. شبكة رصد دي الاخوانية، ده كان قبل ثورة 25 يناير. احمد الشناف كان من اوائل الناس اللي مشيوا بعد ثورة 30 يونيو، راحوا تركيا وبدأوا يعملوا فيديوهات على اليوتيوب لحد ما حصلوا على تمويل من التنظيم الاخوان، تنظيم الدولي للاخوان، واطلقوا قناة مكملين. وقناة مكملين طلعت في وقت مبكر جدا في 2013. طيب انا عايز اقول لحضراتكم بقى على ايه؟ انه احمد الشناف والناس اللي شغالين في قناة مكملين يعرفوا كويس جدا انه هو واسرته خلال حوالي ما يقرب الوقت من 6 سنين قعدها في تركيا قدر يتولى مواقع تنفيذية مهمة ومؤثرة داخل قناة مكملين الاخوانية وقنوات اخرى. فاقول لكم مثلا بالاسماء، يعني جوز اخته اللي هو اسمه انس الشافعي ده عينه مدير قناة اسمها دعوة، قناة اسمها دعوة دي تابعة لجماعة الإخوان. وزوج شقيقة أنس الشافعي اللي هو بقى في نفس العيلة اسمه عمرو النادي، عينه الشناف مدير لقسم الجرافيك في قناة مكملين. وعين زوج شقيقته الأخرى اللي هو أحمد الشناف ده اسمه عمار كمال الدين في قسم الجرافيك. عين كمان أخته اسمها صفية
عين صفية شقيقة زوجته أخت مراته في قسم الإعداد فيه مكملين براتب كبير جدا رغم أن عمرها لا يتجاوز 18 سنة ولم تحصل على أي مؤهل دراسي. عايز أقول لحضراتكم أنه ده واحد من تاني البيزنس الكبار اللي موجودين في تركيا اللي بيحصلوا على أموال التبرعات وبيشتغلوا بيزنس وواكلين فلوس العيال الصغيرة. أنا مش متعاطف معاهم بس أنا بقول لك أنت قدام مافيا وعصابة بيقودها واحد اسمه أحمد الشناف. طيب في حاجة مهمة جدا حصلت لأنهم عاملين إيه بيزنس مشروعات تجارية كبيرة جدا وبينتجوا يعني برامج وثائقية يبيعوها وكلها ضد مصر وبيبيعوها لهذه القنوات ويبيعوها لقناة الجزيرة. فإذا أنت قدام ناس بيستبيحوا كل شيء، يعني هم يستبيحوا الكذب في كل شيء. مدير القناة بتاعهم الأخ الشناف ده راجل مزور حصل على الدكتوراه بالتزوير وله في أيمن نور أسوة حسنة. فمفيش حاجة جديدة بالنسبة لهم الحقيقة.